بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم وبداية الجولة الثانية مع هذه الانطلاقات والتحديات الرائعة مع هذا السن سن اللقاية في مسافة 5 كيلومترات. انطلاقة سليمة لهذا الشوط وهو شوط خاص باللقاية لبكار المحليات الأصايل. نسير بالصدارة نتابع البداية نتابع المقدمة وأرهني هملولة من قادة المجموعة بشعار خليفة بن محمد بن قحيد المهيري. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى الشاهينية. نسير بالصدارة عفوا مشاهدينا متابعينا الكرام وأرى هناك نشوة من انطلقت بالمقدمة والصدارة بشعار علي بن خليفة بن رشيد السويدي من انطلقت أيضا واندفعت بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني أرهنية الشاهينية لمحمد بن شطيب بن عبد الله الهاشمي. ثالث التحديات أرى التسلل من سلهودة لمطر بن محمد بن علي المنصوري ورابعا الانطلاق من وصايف لمحمد بن علي بن محمد النيادي. نسير مع المركز الخامس كي أرى أسرار الخليفة بن حمد بن 70 المحرمي. وسادسا مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الآخر التحديات من سمحة ناصر بن قريع بن روس العامري من يتابع انطلاقة سمحة مع المركز السادس. سابعا القدوم والانطلاق من غزر لمسري بن سالم بالعرضي الحميري. ننطلق مع المركز الثامن كي أرى التسلل من هجير بشعار عبد الله بن سيب بن معضد المشغوني مع المركز الثامن والتاسع. التحديات خطيرة علي بن مانع برحمه الشامسي من يتابع انطلاقة خطيرة مع المركز التاسع وعاشر. التحديات رهني شواهين لسيب بن علي بن حمود بن علي العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام نيدان الأول للعشر المراكز الأولى. نسير بالصدارة نتابع البداية نتابع المقدمة وأرى هناك أيضا الكوكب الثنائية على مقدمة هذا الشوط ونشوة من تقود هذه الجموع بشعار علي بن خليفة بن رشيد السويدي من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة سارة ودفعت نشوة بناموس هذا الشوط منذ البداية. ولكن أرى الشاهينية مع المركز الثاني الشاهينية وشعار محمد بن شطيب بن عبد الله الهاشمي الثنتين اللي ابتعدن ايضا وانطلقا بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير والرائع. ومع المركز الثالث المركز الثالث التسلل من وصايف لمحمد بن علي بن محمد النيادي القدوم من غزر بشعار مسري بن سالم بن عرطي الحميري. ومع المركز الخامس التحديات من سمحة لناصر بن قريع بن روس العامري والقدوم من خطيرة علي بن مانع برحمه الشامسي من يقدم خطيرة وانطلاقتها المتميزة. مع المركز السادس سابع التحديات هملولة خليفة بن محمد بن قحيد المهيري. ولكن من الجانب الآخر أرى هناك الماهر للسعيد بن مطر بن محمد الرميثي والتحديات القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع المركز السابع كي أرى التسلل الانطلاق من يودة لمطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي. ومن الجانب الآخر أرى هناك هجير لعبد الله بن سيب بن معضد المشهوني أيضا من يتابع هذا التحدي المثير والرائع. ومع المركز التاسع شواهين لسيب بن علي بن حمود العويسي من أعلن انطلاقة شواهين. مع المركز التاسع عاشر التحديات نتابع صوغه بشعار سعيد بن خليفه بن ضبيب الشامسي ايضا من بدا يتدخل في هذه اللحظات وينطلق مع صوغه مع المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام النداء الثاني الجوله الثانيه مع العشر الاسامي المذاعه والمنطلقه بناموس هذا الشوط. يا سلام والشاهينيه من تقود هذه الجموع بهذا الشعار بانطلاقة محمد بن شطيف بن عبد الله الهاشمي. ولكن أرى التسلل الباين والملحوظ. نتابع وصايف لمحمد
محمد بن علي النيادي، ومن الجانب الآخر هملولة بالشعار خليفة بن محمد بن قحيد المهيري، والانطلاق من هجير من الجانب الآخر بدأت تهاجر هجير مع المركز الثالث بهذا الشعار، شعار عبد الله بن سيب بن معضد المشخوني، وانطلاقة سمحة لناصر بن قريع العامري. ومن الجانب الآخر التحديات القادمة نتابع قمرية لمحمد بن خيرة بن عزيز الشريفي والماهر بانطلاقة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع المركز السادس. مشاهدينا متابعينا الكرام، تحدياتنا رائعة، انطلاقاتنا مثيرة في هذا الشوط، ولكن أرهملولة وهجير من الجانب الآخر، والتحديات رائعة، والماهر وأرد تسلل أيضا. نتابع وصايف الموقف، خطير على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، هملولة وصايف وهملولة وهجير والماهر والكوكب رباعية المربع الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم، ولكن وصايف انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة. محمد بن علي بن محمد النيادي، من يتابع انطلاقة وصايف اللي سارت واندفعت بناموس هذا الشوط واللحظات الأخيرة؟ هجير تحاول، ولكن وصايف هي الأقرب. سلام يا العين، سلام، تهانينا لمحمد بن علي النيادي على فوز وصايف بالمركز الأول، لحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني هجير عبد الله بن سيب بن معضد المشغوني، المركز الثالث هملولة خليفة بن محمد بن قحيل المهيري، المركز الرابع الماهر لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، المركز الخامس التحديات من سمحة لناصر بن قريع بالروس العامري أيضا اللي انطلقت مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول وصايف إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 44 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن محمد النيادي على فوز وصايف بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول هجير 7 دقائق 46 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لعبد الله بن سيب بن معضد المشغوني، بينما اللي وصلتنا أيضا مع المركز الثالث هملولة، هذه لحظات وصولها مع المركز الثالث، تقطع المسافة في 7 دقائق 46 ثانية و6 أجزاء من الثانية. التهاني لخليفة بن محمد بن حيد المهيري، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب.